وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ سلمان ناصر، الناشط الحقوقي ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. سيد ناصر مساء الخير، وبداية يعني تعرض صيادي البحرين لهذا العداء الممنهج من قبل السلطات القطرية، يعني هو أمر غريب على منطقة الخليج، إلا أن قطر ممارساتها مستمرة منذ سنوات. فخلال 10 سنوات استوقفت قطر مئات مراكب الصيد وألاف الصيادين ومارست ضدهم أقصى درجات العنف. يعني كيف تفسر هذه التصرفات من قبل النظام في قطر ضد الصيادين البحرينيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين أخي العزيز، وعودة لسؤالك. في اعتقادي أن التقرير اللي قدمته بالشريط الأخباري أبلغ من أي وصف، ولكن عودة لسؤالك، من المؤسف ما زالت قطر تواصل الترويج للمقالطات وتردد الأكاذيب ضد البحرين والهروب إلى الأمام والالتفات طبعا عن حل أزمتها التي تسببت بها، ابتداء من دعمها للإرهاب والتستر على الإرهابيين وعطائهم الغطاء السياسي والإعلامي المنحرف، وصولا لانتهاك حقوق البحارة البحرينيين والتضييق على أرزاقهم. اليوم وإحنا نتكلم عن ما يواجه البحارة البحرينيين من انتهاكات لحقوقهم وتهديد سلامتهم عبر الإجراءات القطرية الاستفزازية لأغراض سياسية توسعية، أمر مرفوض ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية. ومن المؤسف نقول أن معاناة البحارة البحرينيين من انتهاكات من قبل السلطات القطرية أثر على أرزاقهم وهدد سلامتهم، هذا بجانب قيام قطر بإنشاء محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينية بغية التغطية على عدوانها المتكرر. وهذا ما أثبت التسجيلات الوثائقية حق أخواننا البحارة، وهم يشتكون كيف تم التعامل وياهم وهم يقودونهم للمحكمة الصورية. وهذا يؤكد مرة أخرى استمرار قطر في عدم احترام الاتفاقيات الدولية وسعيها الدائم في زعزعة الأمن والاستقرار والعمل على تفاقم التوترات بالمنطقة، إذ توضح مثل هذه التصرفات أخي الفاضل عدم المصداقية والتناقض الذي يمارسه نظام قطر للأسف الشديد، الذي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليه المواثيق الدولية. وفي هذا المقام دعني أشير إلى كيف تعاملت حكومة مملكة البحرين مع الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تطال البحارة البحرينيين، حيث أنها تعاملت بمعاملة دبلوماسية عالية، إذ تؤكد على رصانة العمل الدبلوماسي لدى المملكة وسعيها الدائم للحفاظ على البيت الخليجي والتزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة وسعيها الدائم لإيجاد حلول سلمية وفقا للمواثيق والأحراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصا منها على سلامة واستقرار المنطقة. ولكن دعني هنا أشير، وكوننا كمجتمع مدني نعمل على حفظ الحقوق في مملكة البحرين لن نلتفت إلى أكاذيب قطر وإدعاءاتها الباطلة، وسنستمر في مطالبة الحكومة بالتصدي للسلوك القطري العدائي والاستفزازي الذي يهدد رزق وأمن البحارة، مع الحفاظ على حقوق الصيادين البحرينيين وحقوق البحرين التاريخية. نعم أستاذ سلمان، نعم وصلت الفكرة. والناشط الحقوقي رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك.